أولاً أرحب فيك أبو بدر، وأنا سعيد جداً بالتواجد معك ومع الزميل العزيز تركي الغامدي وكذلك محمد شنوان. أتمنى التوفيق للمنتخبنا الوطني، وفي النهاية حقق من جولتين 6 نقاط، وهذا أمر مهم جداً للمرحلة القادمة. ستواجه المنتخب الياباني، المنتخب الأفضل في المجموعة عفواً على التاريخ. تصفيات كأس العالم منتخبنا واجه المنتخب الياباني 3 مرات، فاز في مباراة، تعادل في مباراة، خسر في مباراة. أمر مهم جداً في المرحلة القادمة على منتخبنا الوطني. بالنسبة لتشكيلة المنتخب رينار، يجب ان نتعامل مع هذا المدرب ابو بدر ان مدرب عنده منجزات كبيره، سواء مع زامبيا او ساحل العاج او المنتخب المغربي. نترك له الحريه طالما يحقق الهدف، فالهدف في النهايه الوصول الى كاس العالم باذن الله عز وجل. منتخبنا قادر، سعادتي كبيره جدا بعوده النجم سلمان الفرج، لاعب مهم للمرحله القادمه. اختلف بس مع ابو شنوان بحكم مقولته بتغيير المدرب لقناعاته باستدعاء اسماء جديده. صحيح في استدعاء اسماء جديده، ولكن لظروف اصابه سالم الدوسري، سوء اداء عبد الله الحمدان في الفتره الاخيره سواء مع المنتخب او نادي الهلال، فتواجد فراس البركان. هو مدرب مستقر على تشكيله ثابته وراح يعتمد على الاستقرار، وباذن الله نصل معه الى كاس العالم. عندك تعليق ابو لما؟ لا ما في تعليق، بس انا قلت انه المدرب معروف انه ما يغير قناعاته، يعني لا المره هذه ما اجبرته الاصابه، مثلا عبد الله الحمدان ما اجبرته الاصابه انه ما شارك مع ناديه، وبالتالي كان منطقي انه يستبعده. فهذه القناعات اللي نتكلم عنها عند المدرب، يعني حتى لما تكلمنا عن اصابه عبد الله عطيف كنت اتكلم انه لن يغير في تشكيلته امام عمان الا في هذا المركز تحديدا، وهذا ما حدث. هو من المدربين اللي دائما يثبت على تشكيله مناسبه، كل مدرب له قناعته. الاهم المنتخب السعودي قاعد يسير بشكل جيد مع هذا المدرب، لازلنا نقول انه ان شاء الله الطموح عالي والامل نشوفه بعيوننا، وباذن الله سيتحقق على ارض الواقع. هو للتذكير بس انه في تواصل دائم وخط مفتوح ما بين الجهاز الطبي في المنتخب والأجهزة الطبية في كل الأندية اللي يتم اختيار اللاعبين منها.